أحبائي كل سنة وحضراتكم طيبين، وسعيد كتير إن أنا أكون موجود معاكم في هذا الحفل المبارك. وفي كل مرة بنتقابل مع شخص المسيح في الكنيسة بيكون ربنا عنده رسالة. عشان كده الحقيقة في كلمات مركزة في هذا الحفل المبارك، اسمحوا لي أحط قدامكم لقاء المجوس اللي جم من بلاد بعيدة خالص عشان يتقابلوا مع وليد بيت لحم. والحقيقة المسيح شخصية جذابة جدا، كل شخص تقابل معه اتغيرت حياته وصار خليقة جديدة في المسيح يسوع. والليلادي عاوزين نسجد للمسيح ملكنا، هو ملك الملوك، هو رئيس السلام، هو المولود العظيم اللي لا السماء شافت زيه ولا الأرض هتشوف زيه. عشان كده في مقدمة قانون الإيمان، ممكن تقولوا كلكم معايا، يلا قولوا معايا: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك عذراء والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، ماله أتى وخلص نفوسنا. يلا كلنا نقول مع بعض: المجد لك، عاوز أسمعكم، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، ماله فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. يقول الكتاب في رسالة العبرانيين: المسيح صائرا أعظم من الملائكة. والنبوة الرائعة اللي اتحققت وذكرها لنا معلمنا متى في الإصحاح الأولاني موجودة قدامنا على الشاشة. قال الكتاب كده: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه، ممكن أسمع صوتكم، ها؟ اسمه إيه؟ عمانوئيل. لما تعرف أشعياء عن النبوة ديت ما يقولش معنى اسمه، لكن هنا تفسيره: الله معنا. وهذا هو الامتياز العظيم، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. لو سمحت، إذا عدى عليك عيد الميلاد وما تقابلتش مع المولود العظيم، ضاع منك العيد. عندي سؤال عاوز ابتدي بيه رسالتي ليا ولحضراتكم: هل تقابلنا مع هذا المولود العظيم؟ المولود العظيم اللي جوله المجوس من مكان بعيد، وكان مولود في مزود عشان الفقير يقدر يروح له، كمان الغني يقدر يروح له. عاوز افكرك ان الفرجة على برامج الطبيخ ما تشبعش، والفرجة على وليد بيت لحم ما تشبعش. عشان كده الكتاب يقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. خليني أحكي لك شوية، أو تعال بينا نروح نشوف المجوس وهم بيتقابلوا مع المسيح وهو في بيت لحم. أقول لك شوية أفكار وعاوزك تفكر فيها معايا، وتعال ناخدها دروس لينا النهاردة وإحنا بنتقابل مع ملك الملوك ورب الأرباب. أولاً، الله يا أحبائي يتكلم مع الإنسان باللغة اللي بيفهمها. لما تكلم مع المجوس اتكلم من خلال النجم، ولما تكلم مع الرعاة ظهر لهم في الملاك. ولو كان المجوس اللي ظهر لهم النجم ظهر لهم الملاك ما كانوش فهموا قوي. وطبعاً توافقوني، لو كان الرعاة ظهر لهم ربنا في نجم ما كانش ممكن أبدا يفهموا النجم شكله إزاي. المرنم في يوم من الأيام قال ترنيمة حلوة قوي، قال: الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قل له يديك قلب حساس، قلبك مظبوط على رسالة ربنا،
تيجي تاخد بركة القداس وجسد الرب ودمه، الاريال بتاع القلب اللي أبونا يبتدي فيه قداس المؤمنين ويقول أين هي قلوبكم؟ هل قلب بيلقط إرسال السماء؟ الله تكلم مع الرعاة في صورة ملاك، وتكلم مع المجوس في صورة نجم. يمكن يتكلم ربنا معاك ومعاك ومعايا في مرض، في فقدان شخص عزيز، في حضور قداس أو اجتماع، في أحداث الحياة. بس الطلبة مهمة عاوزك تصليها معايا، قل له يديك قلب حساس. بتسمع صوت ربنا؟ بتقرأ الكتاب المقدس وتسمع صوت ربنا؟ البولس اللي بيتقري في ليلة عيد الميلاد يا أحبائي في عبرانيين واحد يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق مختلفة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. سمعت صوته قبل كده؟ قلبك حساس تسمع صوته؟ في الأحداث تقدر تشوف إيد ربنا؟ الولاد الحلوين في عندهم المارونيت اللي هو مسرح العرايس، فالولاد يبقوا البسطة يقول لك بص بص القطة بتجري ورا الكلب والكلب بيجري ورا القطة، لكن الشخص الكبير الناضج يفهم إن في إيدين بتحرك العرايس دي، في الله موجود ضابط الكل. لو سمحت أنا بشجعك النهاردة تقول له يا رب مع صموئيل النبي بقول لك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. ولما ما اسمعش صوت ربنا في الأحداث يضطر الله إنه يعلي صوته، فهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. في النقطة الأولى عاوز أقول لنفسي يا رب اديني قلب حساس. لكن الأمر الثاني، أنا مستعجب قوي إن المجوس الحلوين دولت جم من عند بلاد فارس اللي هي إيران النهاردة، ماشيين مش راكبين طيارة ولا أوتوبيس ولا حاجة، مشوار بعيد بعيد بعيد، جايين طول السكة وسؤالهم الواحد أين هو المولود ملك اليهود؟ لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. ياه، أنا عاوز أقول لكم المسيح شخص جذاب جدا جدا، بس تعرف عشان يشدك أنت محتاج تتحط في مجال مغناطيسيته. حتة الحديد عشان تتشد للمغناطيس لازم تعمل إيه؟ تتحط في المجال. في وسط الدنيا الصحبة والزحمة مش عارفين نسمع صوت ربنا. عشان كده سيدنا البابا المتنيح الأنبا شنودة قال كلمة جميلة، قال له قد تركت الكل ربي ما عداك، ليس لي في غربة العمر سواك، ويحط كلمات جميلة، ومنعت الفكرة عن تجواله، حيثما أنت فأفكاري هناك. جم من بعيد قوي، أنت بتدور على خلاص نفسك، أنت مهتم بأبديتك. مرنم في يوم من الأيام قال اوعى تكون مشغول، أيامنا مش هطول. ربنا بيسمح بالأحداث اللي حوالينا عشان نصحى ونفوق ونستيقظ، يبقى عندنا الودن اللي تسمع وكمان نتحط في مجال مغناطيسيته. مشكلة كبيرة يا أحبائي لما نحضر القداس ومشغولين باللي رايح واللي جاي. يا سلام على القديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، يعمل إيه؟ يقف وراء عمود أرسانيوس، مش مشغول باللي رايح واللي جاي. ما دي فرصة، حضور القداس فرصة، حضور اجتماع فرصة، والدموع تنزل من عينيه أصله خد كلمة من بق أبونا في القداس وعمال يلهك فيها ويشبع بيها، ويطلع القداس ويفرح
والحب يزيد في قلبه يزيد طول القداس لحد ما يوصل للتناول من جسد الرب ودمه ويقول من قلبه فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا. لكن الأمر الثالث الحقيقة إن الله بيدور على الإنسان عشان الإنسان يتقابل مع ربنا. اسمعني من فضلك، في كل الدنيا الإنسان بيدور على ربنا، لكن في المسيحية ربنا هو اللي بيدور على الإنسان. ما كانش ينفع أبداً الخروف يدور على صاحبه، لكن صاحبه الراعي هو اللي عمل إيه؟ هو اللي دور. أنت عارف أنت موجود معنا في الحفلة دي ليه؟ عشان ربنا بيحبني وبيدور عليا. وصدقني لو أنت لوحدك اللي كنت موجود في الدنيا كان جه المسيح ودور عليا. أبونا في الاسم يقول كلمة حلوة قوي، يقول وصحت خلفي قائلا تعالى لكي تتبرأ من خطاياك، ها قد أتيت يا سيدي قارعا باب تعطفك. أول سؤال يا أحبائي في العهد القديم كان آدم أين أنت؟ وأول سؤال في العهد الجديد أين هو المولود ملك اليهود؟ تقولوا معايا كمان مرة، أول سؤال في العهد القديم كان إيه؟ أين أنت؟ أنت فين يا آدم؟ أنت فين يا حبيبي؟ وربنا النهاردة بيقول لك شيل كلمة آدم وحط اسمك. أنت فين؟ أنت فين في وسط مشغوليات الحياة؟ أنت فين في وسط الجري وراء الشهوات والملذات؟ أنت فين؟ ويرد آدم ويقول له يا رب أنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختفيت. هو مين اللي قال لك إنك عريان؟ دي عتبه. قال له السؤال الأولاني، قال له أين أنت؟ كان المرة دي المجوس قاله هو فين المولود؟ هو فين المولود؟ وقف أيوب يا أحبائي في العهد القديم يبكي بالدموع ويقول له ليس من مصالح، مين يصالحني؟ عشان كده كنيستنا الحلوة تبتدي في الثلاث قداسات بصلاة اسمها صلاة الإيه؟ الصلح. قداس باسيلي، غرغوري، كيرلوسي يبتدي بصلاة الصلح. تحبوا تقولوا معايا؟ قولوا معايا يلا. وصالحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير العداوة القديمة هدمتها بتاعت زمان آدم وحواء. وانتوا جايين ليه يا مجوس؟ يقول جايين عشان ندور هو فين. حلو، بتدور على خلاص نفسك تقف تصلي كده بالليل أو بالنهار وتقول له أنا عاوز أسمع صوتك في وسط متاهة الحياة ومشغوليات الحياة زي ما المجوس دوروا عليك أنا كمان عاوز أدور عليك. الفكرة الثالثة، دور في التاريخ من آدم لآخر إنسان، يستحيل تلاقي واحد اسمه مولود ملك. أجدع واحد في الدنيا يبقى مولود أمير، هو ابن الملك يبقى إيه؟ أمير. لكن ده لما جم يسألوا ما قالوش فين هو الأمير، قالوا لا أين هو المولود إيه ملك. شفنا المزود النجم بتاعه جايين عشان ندور عليه. ممكن ترفع راسك معايا، هو ملك الملوك ورب الأرباب، له على ثوبه وعلى فخذه. يعني إيه ثوبه؟ يعني من بره ومن جوه ملك الملوك. أبونا في القداس الكيرلوسي يبتدي صلوة جميلة وحلوة، يقول يا رئيس الحياة وملك الدهور، اللهم الذي تكسو له كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. اتفتحت عينيك على المسيح الملك؟ ما أبونا يفتح الستر كده نشوف صورة المسيح الملك البنتوكراتور، ضابط الكل اللي حاطط كل الأمور في إيديه. حبيب قلبي الغالي الرب يسوع المسيح يا أحبائي لما كان واقف قدام بيلاطس قال له أنت ما بتردش عليا ليه؟ أنت ساكت طول المحاكمة ليه؟ أنت ما تعرفش أن حياتي في إيدك، ده أنا أقدر أصلبك وأقدر أطلعك براءة. قال له بس عندك لم يكن لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت
من فوق. لما حد يقول لك حياتك في إيدي وشغلك في إيدي قول له لا، ده في واحد متسلط في مملكة الناس هو البنطقراطور الرب إلهنا. خمسة، استمر في تبعية النجم. استمر في تبعية النجم. عارفين إيه اللي حصل؟ طول ما هم ماشيين كانوا بيدوروا على النجم وماشيين في تبعية النجم، بس تعرف إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنهم بطلوا يبصوا على النجم وابتدوا يعتمدوا على نفسهم. عشان كده يقول فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنهم بطلوا يبصوا للمشورة ربنا وإرشاد ربنا وابتدوا يعتمدوا. هو الملك تفتكروا هيكون مولود فين؟ ردوا عليا أكيد في قصر طبعاً، يعني الملك هيكون في قصر. سابوا النجم وابتدوا يدوروا. عارفين إيه اللي حصل؟ كانوا السبب إنه هيرودس بعت وقتل كل الأطفال من سن سنتين فمدوا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي وداكوا عند هيرودس؟ لو سمحت صلي معايا، قل له احفظني من أن أنا أتكل على نفسي وأتكل على نفس على مشورتي. كتاب يقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. أنا عاوزك السنة دي بنعمة ربنا اللي هنخش فيها بعد كام ساعة تقول له يا رب النهاردة أنا بحط إيدي الصغيرة في إيدك الكبيرة وبقول لك الترنيمة الحلوة امسك يدي وقدني كما تشاء. يا رب أنا مش عاوز أعيش بالاستحسان البشري أستحسن أنا شايف كده، لا يا رب مش عيني أنا اللي بتشوف فين، لكن أنا عاوزك أنت، أنا هتكل عليك وأمشي وراك في كل حياتي. ستة، حتى اللي بتلبس قلبي قوي، بص معايا، ميلاد المسيح خلى الصغير عظيم. لما تقرأ حضرتك على النبوة في ميخا خمسة، ممكن تقرأ معايا اللي على الشاشة لو سمحتوا، اقرأ معايا. يقول أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوفها، ده قبل ما ولد فيها المسيح. لما ذكر الكتاب النبوة في متى 2 يقول وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لستي صغيرة. هي صغيرة ولا مش صغيرة؟ ردوا عليا لو سمحت، هي صغيرة ولا مش صغيرة؟ الحقيقة كانت صغيرة، بس لما اتولد فيها المسيح ما بقتش صغيرة. في يوم من الأيام يوسف الرامي روح البيت يوم الجمعة العظيمة بالليل، وبعدين مراته بتقول له إيه الأخبار؟ قال لها اسكتي ده كان حتة يوم النهاردة. قالت ده أنا سمعت أخبار صعبة قال لها اللي سمعتي صح، مش مسكوا المسيح النهاردة وصلبوه. قالت له بجد؟ هو عمل فيهم إيه؟ دار حوار كبير بينهم. وبعد شوية هم بيتعشوا قالت له اوعى يكون حصل اللي في بالي. قال لها بصراحة قالت له دفنتوه فين؟ اوعى تكون دفنتوه في القبر الجديد بتاعنا، اوعى اوعى ده احنا لسه عاملينه جديد ولسه مشطبينه حلو قوي، وبعد الشر عليك وعليا يا اخويا كده لحسن لما تموت ان شاء الله اوعى تكون دفنته. قال لها بصراحة قالت له طب انت بعد الشر لو صبحت موت ندفنك فين؟ طب لو انا مت ندفن فين؟ قال لها اصبري هي ليلتين والتالت هيقوم. ايه رايك؟ ايه رايك؟ الراجل ده ادى للمسيح قبر فحوله الى كنيسه القيامه، اعظم واقدس واشرف مكان في الكره الارضيه. ترى في حياتك فيها قبر النهارده وريحته ابتدت تطلع وتقول اثام قد قويت علينا يا رب، ماضيه قبر، عيلتي فيها قبر، ذكرياتي فيها قبر، تليفوني فيه قبر، حياتي فيه قبر. لكن النهاردة يا رب أنا مش هينفع أدي القبر بتاع حياتي لحد غيرك أنت، ومصدق إنك تعرف تعمل منه قيامة.
في الاتحاد السوفيتي القديم يا أحبائي كانوا المسيحيين ما بيعرفوش يصلوا فين، فقرروا يبنوا كنيسة تحت الأرض في قلب المدافن وسموها كنيسة القيامة. الوحيد اللي يعرف ياخد القبر اللي في حياتي ويحوله إلى قيامة هو شخص المسيح. يا رب في المجتمع أنا صغير، في وسط عيلتي أنا صغير، في شهادتي أنا صغير، في إمكانياتي لما ببص للناس أنا صغير، بس مصدق النهاردة أنك تعرف تاخد الصغير وتحوله لست صغيرا. عشان كده في بداية العهد القديم قال الكتاب في تكوين 3 ملعونة الأرض بسببك، وفي نهاية العهد القديم آتي وأضرب الأرض بلعن في ملاخي 4. لكن لما تولد المسيح كانت إيه النتيجة وإيه اللي حصل؟ الملائكة قالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض الإيه؟ هي الأرض ملعونة ولا الأرض فيها بركة؟ أي أرض بدون المسيح ما يبقاش فيها بركة، أي بيت من غير المسيح ما يكونش فيه بركة، أي شباب وقلب من غير المسيح ما يكونش فيه بركة. لو سمحت اسمعني، أنت عندك شباب واحد بس، ولو ضاع الشباب ده ما فيش قوة في الوجود ترجعه. وأروع استثمار لشبابك وشبابك إنك تحطه النهاردة بين إيدين المسيح وتقول له كل اللي حلتي هم 5 خبزات وسمكتين. ما ينفعوش في لبس نظر للإحتياج، قال عاوزين 200 دينار، واندراوس نظر للمتاح 5 ترغفة وسمكتين، بس ما حدش كان واخد باله بحضور المسيح اللي حول الحاجات البسيطة 5 خبزات وسمكتين ما بقوش صغيرين لكن بقيوا كتير وكفة وفضل 12 أفا. فكرة 7، الفرح مرتبط بتبعية المسيح مش بتبعية هيرودس. راحوا عند هيرودس بس ما لقيوش الفرح. لو سمحت، انت بتدور على الفرح؟ تجربت افراح كتيره بس ما شبعتش. اعرف واحد مهندس صديقي قال لي لما كنت في ثانويه عامه فرحت قوي لما خلصت ثانويه عامه، بس بعد كده الفرحه خلصت. لما دخلت كليه هندسه فرحت بس الفرحه خلصت، وكمان لما خدت البكالوريوس فرحت والفرحه خلصت، ولما خطبت ولما اتجوزت ولما خلفت لما عملت كل ده، بس لما دخل المسيح في قلبي وابتديت في حياتي التوبة الفرحة ابتدت وما خلصتش. نفسك تفرح؟ نفسك تفرح؟ قال الكتاب توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم صوب. يا شاب يا اللي بتدور على الفرح، صدقني الفرح ما فيش غير في المسيح. وأرض قلبي اللي ما عرفتش الفرح، قادر أسمع واحد في وسطينا يقول أنا عشت زي نفتالي. كلمة نفتالي معناها صراع. أنا حياتي كلها صراع، من طفولتي في البيت في صراع، في شغلي صراع، دراستي كانت صراع، حياتي كلها صراع. أنا ما شفتش يوم فرح. بتقابل مع شباب كتير في كل العالم واساله اقول له عندك كم سنه، يقول لي قول لي كده يا دكتور كم سنه، اقول له 38، يبص في الارض يقول لي 22. اقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي الهم على ظهر الراجل يحنيه. بس مش فرحان، تعال انا نقف في الشارع ليك 1000 حق. لو كنت تلاقي ناس فرحانه النهارده، زمان كانت الناس بتفرح اكتر من كده، عشان كان المسيح في فرحتنا. الفرحه اللي ما فيهاش المسيح هي فرحه وقتيه، وخدها مبدا لحياتك. الفرحه اللي تجيلك من بره وقتيه، لكن الفرحه اللي يسكبها المسيح في القلب في الداخل تبقى فرحه ابديه، لان فرحه المسيح فرحه ابديه. 8، تولد المسيح عشان يكون الأول، هو الأول. عشان كده 5 مرات يقول الكتاب الصبي
وأمه. جرت العادة نقول الأم وابنها، لكن هنا يقول الكتاب الصبي وأم. وانت يا أمنا العذراء مريم، ايه التسبيحة الجميلة بتاعتك؟ قولوا معايا لو سمحت. فقالت مريم تعظم، حضرت القداس النهاردة؟ فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإيه؟ انت ظروفك المادية صعبة، ظروفك العائلية صعبة. أنا مرة سميت أمنا العذراء مريم هي الفقيرة جداً الغنية جداً، هي الفقيرة جداً والغنية جداً. كم واحدة ممكن تقبل إنها ابنها يتولد في زريبة؟ لكن برغم كل ده كانت فرحانة قوي، وتسمع إن إليصابات بتولد أو حامل تجري على طول عشان تخدمها، ويقول الكتاب بسرعة. إيه الحب ده؟ صدقوني مرات أصلي أقول يا رب لحد إمتى هقعد أقول أمي العذراء مريم عظيمة عظيمة وأنا مش عارفة أتعلم من ثمارها الجميلة؟ يا رب هي عظيمة قوي قوي، وإن كان المحيط ده كبير قوي، لكن الكوباية الصغيرة فيها من نفس مية المحيط. اديني أنظر إلى عظمة أمنا العذراء مريم وأتعلم منها. تسعة، بص معايا، مشهدين حصلوا مع المجوس، مشهدين. المشهد الأولاني راح عند هيرودس، والمشهد الثاني راحوا عند الزريبة عند المزود. ما يقولش الكتاب في القصر لا سجدوا لهيرودس ولا قدموا له هدايا، لكن يقول الكتاب في المزود سجدوا له، سجدوا للمسيح وقدموا له هدايا. ممكن أسمع منكم لو سمحتوا، يبقى مين يقول معايا، هيرودس ولا المسيح؟ ده هيرودس حتة ملك، لكن المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. بحب قوي التلات فتية وبنذكرهم في التسبيحة في 7 و4، لما وقفوا قدام نبوخذ نصر، الولاد صغيرين في إعدادي كده ولا حاجة، يقولوا له يا نبوخذ نصر لا يلزم، يا واد قول يا جلالة الملك، يقول اعذرنا فنحن نقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب. أحبائي المسيح يعلمنا أن نحب كل إنسان ونحترم كل إنسان ونوقر ونجل كل إنسان، لكن لا نرتعب من إنسان. ليه؟ لأننا أمام ملك الملوك وفي حضرة ملك الملوك نكون مستمرين. بس الفكرة العشرة جميلة وعاوزك تاخد بالك منها. هم فتحوا كنوزهم وقدموا له 3 حاجات، تقول معايا، ذهبا ولبانا ومرا. ذهب عشان يعلن المسيح الملك، ولبان المسيح الكاهن، ومر المسيح المصلوب. بس مرات كتيرة ببص للمجوس الثالث وبنبسط منه قوي. الراجل جاي من إيران بلاد فارس لحد أورشليم وماسك في إيده مر، ونفسي أمسك المايك وأروح أقف معاه وأعمل معاه حديث، أقول له إيه اللي في إيدك؟ يقول لي مر مر، أنا عندي مر. تقول له طب أنت جاي المشوار ده ليه؟ قال لي صدقني أنا طول الرحلة بدور على حد ياخد المر اللي في حياتي، ما لقيتش. أنا من إيران لحد أورشليم بدور على حد ياخد المر اللي في حياتي، ما لقيتش. وكأنه جه عند المزود وقال للرب يسوع أنا ما لقيتش حد ياخد مر في حياتي، تسمح تاخد؟ أحكي لك حكاية. في يوم من الأيام مدرسة مدارس أحد راحت لملجأ فيه 30 ولد وبنت أطفال يتامى غلابة، وبعدين حكت لهم قصة بابا يسوع في المزود، ماما العذراء وولدت في المزود، وحكت لهم القصة اللطيفة دي. بعد ما خلصت القصة في نص ساعة جابت ورقة فاضية ووزعتها على كل واحد، خد ورقة وجابت لهم ألوان، وزعت عليهم الألوان، قالت لهم يا أولاد عندي هدية كبيرة قوي قوي ليكم، أي حد فيكم هيرسم صورة جميلة لبابا يسوع أنا هغيب ساعة وأرجع وأشوف أجمل صورة، أجمل صورة اترسمت لبابا يسوع هدي له المكافأة. بالفعل غابت ساعة ورجعت، وبعدين لقيت الولاد رسموا صور حلوة، بابا يسوع مع البقرة أو الخروف، بابا يسوع مع ماما العذراء كده، يعني صور جميلة تقليدية حلوة، إلا ولد واحد عنده 6 سنين
لقيته رسم ماما العذراء ومعها عيلين. حبيبي انت ما فهمتش القصة؟ انت ما فهمتش القصة؟ ده انا قعدت احكيها لمدة نص ساعة. انت ما خدتش بالك ان ماما العذراء كان عندها عيل واحد بس؟ بابا يسوع ما كانش عنده اخ. انت حبيبي رسمت ماما العذراء ومعها عيلين، ايه الموضوع؟ انا مش فاهم. راح الولد بكى، قلت له انا اسف يا حبيبي ما تزعلش مني، خلاص خلاص بس ما تعيطش، انت زعلان ليه؟ قال لا احكي لك القصه. وكلكم عارفين ان الاطفال كتير بيبقى خيالهم خصب. قال لها انا ما عنديش بابا وانا ما عنديش ماما، وليله برد قوي قوي في الشتاء، كانش عندي اكل، كانش عندي حد يحبني ولا يهتم بيا. قعدت اجري اجري، رحت عند عمي مرضيش يقبلني، رحت عند خاله مرضيش يقبل، كل الناس قرايبي مرضوا. قعدت امشي امشي امشي، لقيت كوخ كده عش كبير هناك في الحته البعيده، خبطت على الباب. الولد خياله واسع وبيحكي، فتحت ماما العذراء الباب، قال لها ماما العذراء انا ما عنديش بابا وما عنديش ماما وما عنديش حد، ومش لاقي مكان يدفيني في البرد ولا حد يأكلني، تسمحي لي انام جنب بابا يسوع؟ رحبت بيا ماما العذراء، خدتني في حضنها، بستني، نيمتني جنب بابا يسوع. عشان كده انا رسمت الصوره، ماما العذراء ومعاها عيلين، العيل الاولاني هو بابا يسوع والعيل الثاني هو انا. جربت تنام في حضنه قبل كده؟ دقتي حنانه ومحبته قبل كده؟ المرنم قال في يوم من الايام ده صدره واسع واسع بيساع كل الناس، قال قلبه حنين حبه يبين ان صليبه كان تكفير. حنين قوي يا يوحنا الحبيب، قل لنا ايه الموضوع؟ يقول لك كنت احط راسي على صدره واعرف الحب بجد بقى، وتبص كده على صليبه وتقول مفيش حب بعد ده خالص، كل الناس تحبني عشان تاخد مني، بس هو يحبني عشان يديني، ليس لأحد حب أعظم من هذا. عشان كده المجوسي الثالث لم يجد حد ياخد المر اللي في حياته إلا المسيح. لو سمحت أنا مش قاصد أقول وعظة الليلة دي، لكن قاصد أقول لك لو في حياتك مر، معنى الليلة دي واحد يعرف ياخد المر اللي في حياتك. هو في يوم من الأيام تف على الأرض وعمل من التف عينين، الترابة في إيدي أنا تعمي، لكن الحلاوة إنه في إيده هو الترابة تعمي العين. تحب تاخد النهاردة هذا الإله الرائع صديق لحياتك؟ خذ المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. فكرة الحداشر، فاضل ثلاث فكرتين تاني بعد دي واختم كلامي معاك. اوعى تحط الرب في قالب محدد. مرات نطلب من ربنا طلبات هو كده، بص ازاي؟ في البداية تكلم الله إلى المجوس من خلال النجم، بس مرة تانية تكلم إليهم من خلال الحلم. إيه رأيك؟ لو جم قالوا لا احنا ما كانش نجم مش هنتحرك، لا، خليك مرن بين ايدين الهك، قل له يا رب انا تحت امرك. ايه رايك؟ المرنم قال في مزمور 23، انت حافظها، يلا قول معايا، انما خير ورحمه يعملوا ايه؟ يعتبى. الناس تدور على الخير في الزمن الصعب ده، والمؤمنين ولاد المسيح الخير يجري وراهم. الخير ورحمه يعمل ايه؟ يتبع، يعني يتبعاني، يدور على خير. الناس يقولوا من يرينا خير؟ وولاد ربنا الخير، أصل الأشبال احتاجت وجاعت. وعاوزك تحط مبدأ، لما ربنا يديك يبقى خير، ولما يمنع عنك يبقى رحمة. تاني، لما ربنا يديك يبقى إيه؟ خير، ولما يمنع عنك يبقى رحمة. إخوات يوسف اللي هم أولاد يعقوب جم يرموا يوسف في البير. إيه رأيك البير كان شكله إيه المرة دي؟ ناشف. تفتكر لو كان البير مليان كان ايه اللي حصل؟ كان ايه اللي حصل؟ كان غرق يوسف. ممكن تصلي معايا الصلوة دي؟ يا رب اشكرك لما يبقى البير مليان ترويني، ولما يبقى البير ناشف تحميني. حد يقولها معايا؟ يا رب لما يبقى البير مليان تعمل ايه؟
ترويني. ولما يبقى البير ناشف تعمل ايه؟ اشكره لما يبقى بير حياتك مليان بالخير والبركة. واشكره كمان لما يبقى البير ناشف. لما ربنا يسمح بأنها تكون ناشفة، فهم ناشفة يعني ايه؟ قل له أشكرك، أنا بحبك لما تشفيني، وأحبك لما ما تشفينيش. أحبك لما هبوس إيدك لما تديني، وكمان هبوس إيدك لأنك ما بتدينيش. عارف ليه؟ أصلا ربنا ما بيديناش اللي بنطلبه، لكن بيدينا اللي بنحتاجه. ربنا ما بيديناش اللي بنطلبه إلا لو كان اللي إحنا بنطلبه هو اللي إحنا إيه بنحتاج. يجي الولد يقول يا ماما أنا جعان قوي، يا ماما هاتيلي لبانة من فضلك. ماما تقول له لا مش هديك لبانة، أم قاسية قوي، حتى اللبانة مش عاوزة تديها له. تقول له حبيبي أنت جعان، أنا هديك اللي أنت محتاجه. قل له أشكرك لأنك ما بتدينيش اللي أنا بطلبه، لكن بتديني اللي أنا بحتاجه. فكرة اللي قبل الأخيرة، المعرفة النظرية عن المسيح ما تشبعش. بص إيه اللي حصل. رؤساء الكهنة لما راح هيرودس يسألهم، قال له أيوة إحنا عارفين، مكتوب عندنا إنه هيتولد في بيت له. أيوة موجودة وعارفينها دي. طب ردوا عليا لو سمحتوا، لما أنتوا عارفين ما رحتلوش ليه؟ لا ما رحوش. طب ما قدمتلوش هدايا ليه؟ ما قدموش. قلت لك في البداية الفرجة على برامج الطبيخ ما تشبعش. لما واحد يرجع من الشغل كده يقول لها يا مراتي عملتي أكل إيه؟ تقول له أسكت، ده أنا ليا 4 ساعات عمالة قاعدة أتفرج على البرنامج، مش عارف ده طبخ شوية أكل النهاردة، يا ده شيف ممتاز. أيوة هنتغدى إيه؟ الفرجة على المسيح بس كده ما يشبع. يا ست أنت عاوزة إيه؟ تقول لا أنا مش هتفرج عليه، أنا لازم أعمل إيه؟ ألمس هد بثوبه، ولما ألمس هد بثوبه أتقابل معاه وتشبع حياتي بيه. أخيراً كل اللي تقابلوا مع المسيح حصل تغيير في مسيرتهم. بص معايا في نهاية قصة المجوس يقول الكتاب، ممكن تقول معايا الآية اللي قدامك لو سمحت، يلا قول معايا، انصرفوا في طريق أخرى إلى قرية. ممكن أقولها كمان مرة، يلا أشكركم، ها، انصرفوا في طريق أخرى إلى، أنتوا مش راجعين من نفس السكة؟ لا مش هنرجع من نفس السكة، هنتغير، هنبقى مختلفين. أصل إحنا قدمنا توبة، أصل قعدنا مع أبونا اعترفنا وخدنا من جسد الرب ودمه وتناولنا واتقابلنا مع المسيح. ولما اتقابلنا مع المسيح حصل تغيير في حياتي. يقول الكتاب على شاول، وكان أن شاول لما أدار كتفه أن الله أعطاه قلب آخر. عارف ليه ما حصلش تغيير في حياتك؟ عشان لسه ما تقابلتش معاه بجد. أنت مشغول بالناس ومشغول بالرايح وباللي جاي. صلي معايا، قل له ساعدني تقع من على عيني القشور زي ما وقعت من عينين شاول الطرسوسي، عشان أعرف أشوف جمالك وأعرف أنت حلو قد إيه وكامل ورائع قد إيه، ومحضر القداس وأشوف حضورك في جسدك ودمك وأتقابل معاك، واخدك جوايا وتجري في عروقي، فأتأكد أن أعضائي أصبحت أعضاء المسيح، ما ينفعش أجعلها أعضاء زانية. تيجي نراجع مع بعض 13 فكرة. خد الحاجة اللي تعيش بيها النهاردة وأنا بختم كلامي معاك. يلا قول معايا، الفكرة الأولى، الله بيتكلم مع الإنسان بالطريقة اللي بيفهمها. النجم شدهم من بلاد فارس إلى أورشليم عشان يسجدوا للمسيح الملك الموجود. في البداية الله يبحث عن الإنسان، ثم يلتقي الإنسان بالله، وكان أول سؤال في العهد القديم أين أنت، وأول سؤال في العهد الجديد أين المولود. فكرة الرابعة، المسيح هو الوحيد المولود ملك. في يوم من الأيام كانوا بيتكلموا عن داود النبي وسألوا سؤال، لماذا أنتم متكاسلون عن إرجاع الملك؟ أبونا بعد ما بنخلص القداس يقول بخريستوس بنوتي، يعني المسيح إلهنا
قوم الشعب بيقول امين استشوب، يعني ايه امين؟ يكون يا ابونا، اطمن يا ابونا، احنا حضرنا القداس وتيقنا ان المسيح اصبح ملكنا واصبح الهنا. خمسة، استمر في تبعية النجم، اوعى تنحرف في المسيرة، اوعى تبعد. المسيح قال كده، داود قال كده على 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 ربنا في مزمور 23، يرد نفسي يهديني الى سبل البر. ستة، المسيح يعرف يخلي الصغير كبير واللي ملوش شأن في الدنيا. اختار الله جهال العالم والضعفاء والمصدرة وغير الموجود اللي ملهمش شأن عشان يعرف يحط قيمة لحياة كل واحد. سبعة، الفرح مرتبط بتبعية المسيح وليس بتبعية هيرودس. ما فرحوش غير لما تقابلوا مع المسيح، فرحوا فرحا عظيما. مسيح اتولد عشان يكون هو الأول في حياتك، هو البكر بين إخوة كثيرين. صلي معايا، قل له سود يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، أنت مالك عمري، أنا بتوجك في هذا العيد المبارك يا رب أن تكون أنت الملك على حياتي وحدك ولا سواك. تسعة، المسيح في المزود أعظم من هيرودس في القصر، وما أعظم أن تولد يا رب في قلبي النهاردة ويبقى قلبي لك العرش المريح. المجوسي ملقاش حد ياخد المر اللي في حياته غير لما تقابل مع المسيح، حول المر اللي في حياته إلى صليب خلاص وفداء. اوعى تنتظر من ربنا يكلمك بطريقة معينة، قل له يا رب تكلم بأي طريقة، تكلم فإن صمتك يخيفني. 12، اوعى تكتفي بالمعرفة النظرية عن شخص المسيح، لكن ذوق حلاوته، اقعد معه. أروع تدريب تاخده لحياتك النهاردة إنك تاخد قرار بنعمة ربنا، تقرأ الكتاب كل يوم وتكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. أخيرا، كل من تقابل مع المسيح لازم تتغير مسيرته ويحصل تغيير في طريقة تفكيره، نسميها في علم النفس بارادايم شيفت، تغيير في نمط تفكير. أخيرا عاوز أقول لك وأسأل نفسك، هتعمل إيه بالمولود؟ أنت ناوي تعمل إيه بهذا المولود العظيم؟ بعض الناس زي هيرودس حاولوا قتله، لكن في كمان رعاة تهللوا بمجيئه، وفي ناس زي المجوس جولوا من الشرق من بعيد قوي وقدموا له هدايا، وفي ناس قبلوا خلاص المسيح وقالوا له احنا بنحبك وانت التاج بتاع راسنا، هنمشي وراك، مبادئنا هتكون مبادئك وكلمتك، اكتب اعمالي تبعا لاقواله. ابانا القديسين احتملوا كل شيء لاجله وبشروا به وخدوه فخر لحياتهم. ويفضل السؤال الاخير، قالت امنا العذراء مريم تبتهج روحي بالله مخلصي. صلي قل له وليكن قلبي لك العرش المريح. حد فيكم يحب يرحب بالمسيح النهاردة اللي ملوش مكان في المزود؟ قل له من فضلك تعالى بيتنا، تعالى قلبي، تعالى في شبابي، وتعالى في أيامي. هو ده الاستثمار الحقيقي لأيامك. كل سنة وحضراتكم طيبين، لأن كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد.